بتيلات هي ايامها الحلوه، ولكن هنا كره سلطان البيشي يلعب كره يوسف السالم داخل المنطقه. اوهو ضربتين بالراس توجع، ويوسف السالم وين ما يجيك يوجع، وين ما يجيك يوجع مع كرة أحمد المولد اللي فيها ينتفض دفاعات الزلفي. في لحظة حنشوف الإعادة فيها إفادة مع كرة السالم يوسف. ياسر القحطاني على التنفيذ، واحد من أصحاب اللمسات الماهرة ياسر القحطاني قدام فهد الفرهود. هل يكتب الأمل الجديد؟ الله، جول للقناص، جول للقناص، أبهر كل الناس، جول للقناص، أبهر كل الناس. عاد ياسر، ياسر، ياسر الماهر، ياسر الكاسر، ياسر القناص. ليست غريبة، ليست غريبة، هذه هي أقدام اللعيبة. ياسر القحطاني واحد من اللعيبة الكبار واللي يضيف لنفسه.